السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا بالخوخ. هتحطي الخوخ بقى بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي، وهتعجبك جدا. كتير كنا بنعمله بطريقه مختلفه، ان شاء الله المره دي هتعجبك قوي. حطي لايك للفيديو كده من ايديك الحلوه، وسبسكرايب للقناه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى مع بعض ونشوف بقى هنعمل الخوخ ازاي بالوصفه والطريقه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى هاخد معايا الخوخ بعد ما غسلته بقى معايا بالشكل ده كده، ببدا ان انا اخده افتحه معايا بقى، وان انا ايه اطلع القلب بتاعه. اهو بالشكل ده كده وبالشكل ده، وبعمله بقى كله كده. ببدأ ان انا اخليه كل الكمية معايا بنفس الشكل وبنفس الطريقة. سواء بقى كان مستوي معاكي او كان ناشف شوية مش هتفرق، يعني الاتنين هيدوكي ايه نفس النتيجه. بسم الله. بعملها بقى كلها بالكامل كده ايه بنفس الشكل وبنفس الطريقة، وهقول لكم اعمل فيها ايه تاني. بقى هاخد معايا حوالي كوبايه كده، من كوبايه لكوبايه الا ربع من العصير، وهبدا ان انا اصفيهم معايا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صفي بقى معاكي العصير كويس جدا. خدت بقى معايا كده الخوخ زي ما شفتوا، وبدانا ان احنا نصفيه. بعد ما صفيت معايا الخوخ هنزل بقى بالبيض بتاعي بالشكل ده كده. بسم الله. وبعد بقى ما اخدت معايا البيض هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت، او مج الا ربع كده من الزيت، وهنزل معايا كمان رشه الفانيليا، وكمان هنزل معايا بقى بالسكر كوبايه ونص من السكر، او سكر حسب الرغبه، من كوبايه ونص لكوبايتين من السكر. ادي واحد. بسم الله. ادي ايه كوبايه ونص كده من السكر. يعني هنزل بس ايه هقلب ده كده، باقي السكر ده احط عليه سنه ميه صغيره، وهبدا ان انا انزل بيها. تمام كده. اضربي بقى الكلام ده كله مع بعض في الخلاط، وتعالي اقول لك بقى هنعمل فيها ايه تاني. معايا شويه كده من الكركم، حاجه بسيطه يعني، فاهمين حاجه كده ايه لا تذكر من الكركم، وابدا ان انا انزل بيها كده حوالي يعني من ربع معلقه لنص معلقه بالكتير من الكركم. وهبدا بقى ايه ان انا اقلب الكلام ده كله واضربه مع بعضه كويس. بقى معايا بوله زي ما انتم شايفين كده، وبعمل ايه عندي هنا كوبايتين من الدقيق الذره، وكوبايه كده من الدقيق الابيض، وهحط عليهم كيس كده من الكيكشوب. ناخد معانا اي حاجه نقلب بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث ان الاثنين يختلطوا مع بعض. يبقى عرفنا بقى المقدار نفسه هيكون قد ايه. الاتنين على بعض احنا عايزينهم يكون في حدود نص كيلو من الدقيق. اهي بمجرد ما اختلطوا معايا بالشكل ده نبدأ بقى ان احنا ايه هننخلهم. انا لازم انخل معايا اي نوع من انواع الدقيق عشان اطمن ان هو كويس. بسم الله. واحده واحده كده ونخليه معاكي عشان يطلع معاكي في النهايه اكل نظيف جدا. هتقولي لي طب دي الذره الخشنه هي اللي هتطلع معايا فوق بس، وتقدري تنخليها بحاجه تكون خشنه يعني واسعه، بحيث ان هي ايه تخلي الذره الخشنه هي كمان تقعد تنزل معاكي، والذره الناعمه بس هي يعني ايه والشوائب بس او اي حاجه مش نظيفه بس هي اللي تفضل موجوده. بقى معايا كده ايه الكلام ده كله، وابدا ان انا اقلبه معايا بالشكل ده.
قلبيه كده ايه من تحت لفوق. شايفه كده القوام بتاعه كويس جدا، بس هنقلب الاول عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. احلى حاجه فيه ان اللون عطاني اللون الاصفر الحلو ده، بدل بقى ما تحطي اي حاجه تانية. يعني الكركم من الحاجات المغذيه، وفي نفس الوقت هيديكي اللون اللي انت محتاجاه. اهو قلبي بقى، بقلب من تحت لفوق، ما بطلعش يا جماعه بيها كامله. يعني تقلبيها من تحت لفوق كده ايه، وتطلعي على ما فيش. لكن لو خدتيها دايره كامله كده هتلاقيها اتعملت معاكي، كل الهواء اللي دخل فيها خرج. بصي القوام عامل ازاي، ده كده قوامها كويس. لو سبتيها اكتر من كده هتلاقيها عملت ايه، هتلاقيها مسكت منك. دي الذره بيمتص السوائل بقى. معايا كده الخليط، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بيه بقى كده. خدي بقى معاكي الجنب والحروف وكله، ما تسيبيش حاجه خالص. عندي بقى الفرن، اول ما ببدا ان انا اشتغل في اي حاجه من مكونات الخلطه دي بروح عامله ايه، بروح مشغله الفرن بتاعي، بحيث ان انا لما انزله ادخلها معايا الفرن تكون الحراره متحققه 180 درجه. اهي بصي بقى كده، ما تسيبيش فيها ولا حروف ولا اي حاجه زي ما قلت لك. تمام كده، انا بحاول بس ان انا اوزعها كده بحيث ان كلها تتوزع معايا وتديني النتيجة ايه كويسة. مش عايزة يكون النص عالي وباقي الحروف لا. يعني انا هوزعها تاني دلوقتي على ايه، على كل الحروف. معايا شوية كده من السمسم وابدأ ان انا ارشه عليها كده. بسم الله، بصي بقى بشكل عشوائي كده، بس يعني ايه ما تكتريش بزيادة عشان ما يبقاش شكله كتير كده معاكي، بس صراحة بيديها شكل وطعم حلو قوي. خلاص كفاية بقى كده، نطلع بيها على الفرن. تمام كفاية بقى كده، بحطها على الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما بتستوي، ما بتاخدش معايا وقت، بتستوي بسرعة اكتر كمان من الكيك، يعني بالكتير قوي تلت ساعة وتلاقيها استوت. دلوقتي بقى اتعملت معايا وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات. بصي بقى جميلة جدا ازاي من جميع الاتجاهات، بصراحة حلوة قوي، ولونها بقى اصفر كده وحلو. يعني الكاميرا بصراحة مش مبينها قوي. بصي بقى اللون جميل جدا ازاي. احلى طبعا ما تشتريها جاهزة من بره، كيلو بره بيتباع تقريبا ب40 جنيه. انت بقى بتعملي اكتر من كيلو في البيت ومش بيكلفك حتى 10 جنيه. بتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.